صباح الفل على كل مشاهدينا وصباحكم احلى مع بيتنا احلى. صباح الفل عليك يا ندى. صباح الفل عليك يا تسنيم على كل مشاهدينا ومتابعينا. كلمه صراع الاجيال ده مصطلح كده طول عمرنا بنسمع عنه كتير، تعبير عن اختلاف ثقافه جيل عن جيل بعده. بس الحقيقه ان احنا عشناه في الفتره الاخيره دي، خصوصا مع الاختلافات السياسيه والمعارك اللي حصلت بين الاتجاهات المختلفه بشكل قوي جدا. صحيح، وصراع الاجيال زي ما انت قلتي كده تعودنا نسمعه كتير خصوصا في الفتره الاخيره، بس بنلاقي بعض الناس شايفه انه واقع، مش مجرد كلمه بنسمعها، اصبح واقع عايشينه وبنشوفه كل يوم، وان الجيل القديم ده هو الجيل اللي جابنا لورا، لانه في مواقف كتير جدا خذلنا، وفي مواقف كتير وقف فيها مع الاستبداد والظلم، وكان بيلعن اللي بيطالبوا بالحريه واللي بيدافعوا عنها. بالظبط. على النقيض بقى تسنيم، ممكن تسمعي حد تاني ورأي تاني شايف ان في كل جيل فيه الحلو وفيه الوحش، وزي ما في جيل قديم خذلنا، في شباب برضو تنازلوا عن الوقوف مع الحق ومع المظلومين. وفي المقابل برضو زي ما بنقول ان الشيوخ او الناس الكبيرة في السن بيبقى ليهم الحكمة، لكن في الاخر زي ما الرسول قال البركة في الشباب، لان الشباب هم اللي بيدفعوا ثمن اللي بيحصل دلوقتي. كانوا جيل صغير وكبروا وبقوا شباب، ودلوقتي اديكم شايفين الوضع عامل ازاي. والفكره كمان ان هم بعد كده اللي هيبقوا قاده المستقبل، وهم اللي هيشكلوا المستقبل، لان هم عماد كل الثورات في كل البلاد اللي قامت فيها الثورات. حقيقي فعلا. بس الشباب دلوقتي هم برضو اللي عندهم انفلات اخلاقي اعلى من الاجيال اللي فاتت، والشباب هم اللي بيمشوا ورا التقاليع الجديده، ما تلاقيش حد من الشيوخ ماشي ورا التقاليع الجديده زيهم، وده اللي ودانا في داهيه وخلى مجتمعنا دلوقتي يا تسليم للاسف بقى اخلاقياته في النازل. وفي البعض بيقول لك ان ده هروب من الواقع، يعني هو بيهرب من الواقع بانه يمشي بالتقاليد الجديده يمكن تصلح كده معاه او تظبط معاه. فما بين الراي ده وما بين الراي ده الطاحونه شغاله والزمن عمال يدور والدنيا مش واقفه. بس في الاخر العبره بالاحسن اخلاق والافضل في الطباع، اذا كان بقى كبير او صغير، شاب او كهل، عمر السن في الوقت ده ما هو اللي بيبقى حكم، لان ياما شيوخ وقفوا وقفة الف شاب، وياما شباب كان بحكمته وبرجاحة عقله بيوزن الف شيخ. هنطلع معاكم فاصل قصير ونرجع نبدأ معاكم حوارنا وحديثنا ان شاء الله عن صراع الاجيال، ويا ترى ازاي يحصل توازن ما بينه بعد الفاصل.